السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم راني جبتكم ريسيت تاع كادو ساك. راني دخلت عليكم غير كادو ساك باسكو هما اللي ساهلين اقتصاديين، تشد لنا مده طويله وتقطع لنا كميه كبيره. كيما هذا الكادو بجوج حبات بيض، نديرو 50 حبه تاع كادو، يجينا روعه في لوغو تاعه، شكل تاعه ميم يقعد لنا، نديروه في قابسه وندسوه يقعد لنا، ماشي غير الغدوه صاي. انا سي بور سا نبغي الكادو ساك باسكو يقعد لك اون سيمين، دسيه راه قاعد هو مهم غطيه ويقطع لنا كمية كبيرة كما قلت لكم اقتصادي. نروح نشوفوا لي زانغيديون، نحاكموا الريسيبيون تاعنا. نديرو هنايا زوج حبات تاع بيض، زوج حبات بيض، ونزيدو عليهم كاس لاتاي، هذا توجور اللي نعبر بيه هنايا تاع سكر، وكاس اتاي وخداخر زوج كيسان اتاي نتاع زيت، ونخلطو غاية هذاك السكر يذوب لنا. نبقاو نزيدو في كاس زوج تاع الزيت غير بشويه ونخلطو. هنا تبغوا تخلطو بالباطي خلطو، انا خلطت بالفوي. مغرف كبيره تاع سكر فاني، انا سي بور سا قلت لكم اقتصادي، فيه زوج حبات بيض وغير بالزيت، ما فيه ني دهن ني والو، ما فيه حتى حاجه، ويجينا بنين. المهم هو اللي يجينا بنين بزاف ويجي ساهل. راكم تشوفوا هنا في وقفه وجدته مع كاس واحد اخر غير تاع لاتاي توجور اللي نعبر به نتاع مايزينا. الوغ نعاود معكم الزانغيديون، عندي زوج بيض، كاس اتاي غير هو نعبر به كاع لي زانغيديون، كاس تاع سكر، وزوج كيسان زيت، وكاس نتاع مايزينا. هنا نديرو واحدة لا لوفر شيميك، خميرة كيميائية، نخلطوها مع الفرينة ونبقاو نزيدو في الفرينة وقرصة ملح. هنا في الفيديو ما قلت لك شغل قطعت قرصة ملح. هنا الفرينة ما نعجبش نقولكم شحال، عينكم ميزانكم. نبقاو نديرو ونخلطو كيما راكم تشوفو غير بصباعي، ما نعجنش لاباط توجو، هاد لاباط لاباط تاع صابلي و كاع الكاطو ساك هادو ما ينعجنوش لاباط تاعهم. نزيدو ونشوفو ونلمو توجور كيما قلت لكم غير بصبعنا بلا ما نعجنو. فريمون هذا الكاطو يجينا روعه، بنين بنين، مع لاتاي مع القهوه ناكلو غير هاك وحده يجينا بنين. ما نجبش نوصف لكم، وسيكو مكونات تاعها راكو شفتوهم، غير زيت شويه سكر شويه مازينا، وحنا خرجنا 50 حبه غير بزوج حبات بيض. راكو شفتو القوام تاعها كيفاش تكون لاباط، ماشي طريه كاع جاريه ومشي قاصحه بزاف. نغطو هنا بساشين فوق بون دو طرافاي تاعي، نديرو ساشي وحده اخرى نحله، انا توجو نخدم لي كادو تاعي كيما هكا، سينو بابي كويسون، مي ساشي يساعدني خير بابي كويسون دي فورم تحتها كشغل هكا يتكمش لنا. انا ندير بالساشي نورمال، نحله على زوج ونديره وندير لاباط تاعي وندير فوقها ساشي وحده اخر ونبقى نخدم. انا بون درت طابع هذاك المدور هشتو تاع صابلي، يجو ثلاثه، يجي الكبير الموين والصغير، انا درت الصغير كاع باسكو غادي ندخله الفو غادي يكبر شويه ونجي حبه هكا صغيره ظريفه خير من حبه كبيره تاع كاطو. نحلو هنايا ما خلوهش رقيق بزاف وما نغلطوهش ثاني. دوك تشوفوا كيفاش فورا، هذا هو الطابع تاعي. نجمو نبدلو لافون تاعه كيما نبغو، نجمو غير بالكاس تاع لاتاي هذاك غير هو نديرو بيه. راكو شفتو كيفاش الغول تاعه كيفاش تكون السمك تاعه، ماشي غليظ بزاف باسكو غادي ينتفخلنا في الفوغ، يضاعف الحجم تاعه وماشي رقيق بزاف تاني لي يبسلنا. نكونو موجدين من هيها بلا فيه بابي كويسون ونبقاو نحطو فوقه ونلمو لاباط كيما هاكا، نزيدو عليها باط اخرى. شفتو مين نديرو الساشي كشغل بلا ما نقعد نزيدو الفرينه لاباط تقعد غير تقصح لنا وما تخرجناش غير هي. بالساشي لاباط ما نزيدو فيها ني فرينه ني والو، غير هي نخدمو باسكو غادي يكون نحطو الرولو تاعنا ديريكت فوق لاباط غادي باينه بلي تلصق لنا. كاين اللي نوض يزيد الفرينه، لا نديرو الساشي باش الحبات غير يخرجونا كيف كيف، ماشي حبه يابسه وحبه شابه وحبه طريه وحبه. الو نعاودو نحلو لاباط تاعنا ونديرو لا ميم شوز كيما درنا في الاولى، نحلو بالرولو وهنايا
درتهم انا كاع مدورين، ما درتش فهم وقت اخرى. وسمك تاعها راكو شفتو كيفاش، نعاود ناكد معاكم ما ديروش رقيق بزاف باسكو ينحرق لكم في الفوق، وما ديروش غليظ باسكو غادي يضاعف الحجم تاعها كيما وريتكم ديروه. دخلته للفوق كي حمر لي من تحت، دالي هذه لا كولور دو، انا نبغي نحمره من تحت ما نبغيش نخليها كابيض باسكو توجو هذيك هذيك الجهه كتقرمش تاع الكادو نبغيها انا في الكادو. غادي الا خليتها بيض ما غاديش تجينا تقرمش، كادو تاعنا غادي يجي طري، وانا ما نبغيش كادو كل واحد وكيفاش، انا ما نبغيش داك الكادو اللي يجي طري هكا، نبغي هكا يتقرمش يعجبني. الوغ الكادو تاعي نحمره من تحت وندير حبه فوق حبه، ندير كونفيتور في الوسط اختياري، كاين اللي يبغي يدير شوكولاته اختيني، كاين كل واحد شي يبغي يدير، مي بالكونفيتور غادي يزيدها واحد البنه. انا درت هذا الكونفيتور تاع المشمش يجي روعه، ملي بديت هذا الكادو انا يا روعه روعه باسكو شباب بزاف. واللي عجبتني فيه في 5 دقائق وجدته ودار قاست لي شغل 50 حبة بحبة فوق حبة 50 حبة. نجمي تقسمي لي زانغريديون تاعك، ديري غير حبة بيض وما ديريش حبة فوق حبة، تغطسي غير نصف الشوكولا وتخليها هكا. تاني يجينا شباب يجينا كيما الكاليطا يجينا، مي هذيك الكونفيتور غادي يزيدها بنا. هنا دوبت الشوكولا تاعي زدت معها شويه زيت كيما راكو تشوفوا، راني غطس هنايا في الشوكولا ونديرها في بلا وقت الاخر. هذاك البلا درت فوق هذاك الساشي اللي خدمت فوقه لاباط درته فوق داك البلا، وراني نحط فوقه الكادو. غطس هنايا غير النص تاعه وراني نستف في البلا حتى نكملهم كاع، ندخلهم للكونجيلاتور 5 مينوت ما با 5 مينوت غير تنشف ديك الشوكولا نخرجها باش بالخف نجمو خلوه برا بصح مازال شويه حمان، دخلوه بالخف في الكونجيلاتور 5 مينوت نخرجوه ولا في الفريجيدار. راكو شفتو هنا الشوكولا تاعي راهي بست، يجينا واحد الكادو والله العظيم جربوه غادي تفهموا شنو نهضر، يجينا روعه ساهل بنين الشكل تاعه. وتوجو لاستيس اللي قلتها لكم كي ديروا كادو كيما هكا يقطع لكم كميه كبيره، دسوا 10 حبات 11 حبه 12 حبه شحال ما قديتو شويه، ديروه في ساشي ودسوه في القابصه ودسوه في الكونجيلاتور، يبقى لكم هو بصح مادامها جديد ماشي حتى يبقى لكم كاع الكادو تكرهو منه اي دسوه، لا مادامها جديد دسوه يبقى لكم هو وجديد. الوغ نتمنى تعجبكم الغسالة وتجربوها ان شاء الله على بروشين غسالة جديده. سلامه.